عايز اخدك في نقطة تانية. النهاردة ليفربول لعب مباراة قدام ساوثهامبتون. يورجن كلوب غير 9 لاعبين من اللعب ومباراة تشيلسي الفاينل كاس الاتحاد. ريسك كبير، مخاطرة كبيرة، ومخاطرة في لعيبة كانت غصب عنه، وساوثهامبتون كمان طبعا في فان دايك وصلاح كانوا غصب عنه، بس الباقي كله غيره. يعني قال لك فان دايك وصلاح، طب خدوا بقى الباقي كمان، مش ملعب مش لاعب مش لاعب ماني ولا دياز ولا تياجو ولا فابينيو ولا هندرسون ولا لاعب اي حد، خلاص هتلعبوا بدول، ولا بيرسون طبعا ولا ارنولد. فالنهارده كسب المباراه. عاجبني انا الحكايه دي، ان انت كمدرب تبقى واثق في لعيبتك لدرجه انك تغير. احنا دايما لما بنقول ايه، انت ما ينفعش تغير، ما ينفعش تغير 3 4 5 لعيبه مع بعض، ما انت لازم تخسر، ومالهاش روتيشن. 9 لعيبه منهم مثلا واحد زي مينامينو، ده لعب 86 دقيقه الموسم كله. يعني 10 مباريات لعب 86 دقيقه، يعني بيلعب 8 دقائق في كل ماتش، يعني في 10 مباريات، وجاب الهدف الاول. احكي لي شفت الموضوع ده ازاي، عشان اتكلمت انا كتير في القصه. هو يورجن كلوب بيثق في لعيبته كلها تماما، يعني هو السكواد كله هو بيثق فيه. طبعا عنده لعيبه مهمه جدا زي صلاح وزي ساديو ماني وزي طبعا فان دايك، في لعيبه كده اللي هي يعني عامل مؤثره ما ينفعش. يعني دي بالنسبه له العناصر الاساسيه، الاعمده اللي ما ينفعش بيغير حتى حواليها دايما. ليه مثلا بيفاجئنا وجوده مثلا في وقت لويس دياز، لويس دياز مثلا طبعا. ودي من اهم الصفقات اللي انا شايف ان عملها ليفربول طبعا، صفقه كبيره جدا يعني. فهو عنده ثقه كبيره جدا في المجموعه، ودي طبعا برضو على فكره يورجن كلوب وبرضو جوارديولا في نفس الثقه دي. ليه مره فاجئنا مثلا في ماتش مره واحده ممكن يغير 4 5 لعيبه، حتى لو ماتش بالنسبه له مهم جدا، مش ساوثهامبتون، لا ممكن مثلا بيلعب نهائي يتلاقي فجاه ب 4 5 لعيبه جداد عادي، هو عنده الحته دي. فكلوب هو واثق في المجموعه كلها، فالنهارده بيلعب الحسبه بالنسبه له ان انا المجازفه ان هو يلعب بمجموعه ممكن بيثق فيها اقل من الامكانيات، بس اكبر المجازفه ان واحد زي ساديو ماني يتصاب. صح. حد لعيب تاني بالنسبه له. صح. عنده مع احترامي للدوري الانجليزي، هو مش اقرب ليه من دوري ابطال اوروبا. صح. الدوري الانجليزي الى حد ما بعيد شويه، لا مش في رجليه، مش بتعتمد على، مش بقدمك انت. برافو عليك. انما دوري ابطال اوروبا لا، ده بقدمك انت تقدر تكسب، فتحافظ على اقدامك. حافظ على اقدامك. هو خسر في النهائي في ماتش تشيلسي 2 لعيبه ما كانش عامل حسابهم. صح. فكان ساعتها لو خسر كمان الماتش كان هيبقى خسر وجازف ان هو لعب باللعيبه ديت. صح. فالحسبه بالنسبه له كان ان هو ما يجازفش باللعيبه، ما يخسرش اللعيبه النهائي دوري ابطال اوروبا طبعا، هو بيحلم بيه لان هو مهم 100%. ليفربول مانشستر سيتي، واحد عنده ولفرهامبتون اللي هو ليفربول، واحد مانشستر سيتي عنده استون فيلا. حاسس انه هيحصل دراما؟ عايز انا السكريبت ده. هموت سكريبت رهيب. بص كل المؤشرات تقول هيحصل دراما. جيرارد كمان عامل عامل سسبنس في الموضوع، عامل سسبنس. داني انجز، كوتينيو، ايوه يعني ايه، هيحنوا هيعملوا حاجه. سكريبت فعلا. يعني ليفربول النهارده 9 لعيبه قاعدين، خسران 1-0، جاب جونين. الجون الثاني الكره خبطه في راس ماتيب، فراح راحت، فتحس محرز بيضيع ضربه جزاء الفوز بتاع وست هام يعني، في وانفراد انطونيو بعديها بترد. ففي حاجه بتحصل هتمد الاثاره ليوم الحد. يعني ما اعرفش، انا توقعي الشخصي ان انا شايف ان مانشستر سيتي هيخلص. مانشستر سيتي مش يعني هينزل. بص اللعب كله ان مانشستر سيتي بيتوتروا جدا، وبعدين هم عندهم حاليا 100% ثقتهم اتهزت بعد ماتش ويست هام. هو نازل النهارده، انا ما عنديش حل تاني، انا اي نتيجه غير المكسب الموسم كله راح. والناحيه الثانيه ليفربول خلاص بيلعب على الامل الاخير. كلوب زي ما انت قلت ريح لعيبته النهارده، لان هو انا بشوف انه عمل صح 100%. النتيجه جت كمان في صالحه. هو اولويات، اولويتي ايه؟ احمد قال لي الكره في رجلي، فانا تمام. طب هيريح في الماتش الجاي؟ اعتقد لا، اعتقد هيبدا يدخل بقى لعيبته. خلاص مفيش مجازفه. اللي انت ممكن هنا بقى ممكن ان السيتي يخسر. انت متخيل السيتي تعادل وهو تعادل مثلا؟ هو ممكن اوبشن موجود، ان استون فيلا هو بالنسبه له ساوثهامبتون برده مش منافس قوي يعني. هو اكيد مذاكر المنافس. انا اعتقد لو هو الماتش بتاع ليفربول النهارده مع فريق قوي ما افتكرش ان هو كان هيجازف. انما هو النهارده برده ساوثهامبتون مش فرقه قويه، اللي هو ممكن حتى بالمجموعه اللي هي يعني الولفز جامدين، ولفرهامبتون طبعا عندهم خطوره يعني فرقه رخمه برده يعني. ممكن صح. ممكن تخطف هدف. لا، وانت حط في اعتبارك كمان قصه استون فيلا ومانشستر سيتي. هو صحيح احنا عندنا امال في كل اللي انت قلته ده، بس اخر 8 مباريات بين استون فيلا ومانشستر سيتي 0 تعادل لاستون فيلا، 0 فوز لاستون فيلا. فيعني مانشستر سيتي اكتساح. السسبنس في ان بقول لك بقى كوتينهو، جيرارد كله بيقول لك يا ترى جيرارد هيعوض الدوري اللي ضيعه بتاع تشيلسي. فهو كل الاجواء دي جوارديولا بيعيشها. وهو استعمل فعلا حاجه حلوه جدا، ان هو جوارديولا بالاخص بيتوتر لما الشوط الاولاني او الوقت بيمر ما بيجيبش جول، ان هو دايما طريقه لعبه معتمده ان هو اللعبة كلها موجودة في منطقة الجزاء، بحيث ان هو بيبقى راسم تقريبا سيناريو ان اقل حاجة في الشوط الاولاني 3-0. هو بيرسم كده. لما بيجي السيناريو غير ما هو عايز، بيجي بيخرج مثلا 0-0، تلاقيه بيبدأ يتوتر.
فالتوتر ده بيتنقل طبعا باين على اللعيبه بتاعته، حتى هتلاقيه في تعبيرات وشه في اللقاء كده، حتى لما بيفرص بتضيع فهتلاقيه حتى بيتوتر. في لقطه كده في الماتش اللي فات في الباص الغلط اللي عمله فيرتينو، كان رايح ساعتها انطونيو رايح انفراد وضيعها، يعني جوارديولا جايبين اللقطه قاعد في الارض، قاعد في الارض هو راح قبل ما يشوطها، يعني لقطه قاعد في الارض خلاص الماتش خلص. خليك فاكر ان الدوري اللي فات اللي قبل اللي فات اللي مانشستر سيتي اخده من ليفربول فرق نقطه برضه، كانوا رايحين اخر ماتش الاثنين مستنيين، ومانشستر سيتي بدا الماتش يعني بس مخيناني الذاكره مين اللي كان بيلعب ودخل فيه جون لو تفتكر اول ربع ساعه دخل فيهم جون وبعدين كسب 3-1 اعتقد. فالسيناريوهات دي كلها موجوده في دماغ جوارديولا، ولكن انا هاخد من كلام يورجن كلوب في المؤتمر امبارح ان هو الراجل اتقال ان احنا لعبنا كل 72 ساعه ماتش، بقالنا مثلا ده رابع او خامس ماتش، فاحنا تعبنا جدا فلازم نريح اللعيبه، واحنا في نفس الوقت انا فخور بالفرقه، الجمهور فخور بالفرقه، احنا وصلنا لحته كويسه جدا لغايه دلوقتي واخدين بطولتين. هو وصل لمرحله كريم ان هو حتى لو ودي نسبه طبيعيه جدا هو خسر الدوري فهو راضي عن الموسم، وصل لاخر نفس، والجمهور راضي عن الموسم وكل اللعيبه عملت، هو اللي هيبقى عنده موسم كارثي لو خسر الدوري جوارديولا. بيب جوارديولا طبعا خسر موسم. وخسر في اللقب بتاعت دوري ابطال اوروبا دي قاتله يعني، يعني بجد اي مدرب او اي حد ما يعشاش يعني تخسر في دقيقتين بيخش في الجونين دي غريبه. لا والدوري ما هو دي دراما بتاعت ريال مدريد، دي كانت دراما الدراما الاكبر لو انت خسرت الدوري في اخر جوله دي. وخلي بالك هي دي اللي ممكن فعلا ما اعرفش، بشوف ان هي ممكن تكون حاسمه فعلا في مصيره او في عقده مع السيتي. يعني كان في كلام كتير اتقال بعد ماتش الشامبيونز ليج ان هو ممكن يكون خلاص بقى مش هيكمل او لا، يعني هو في حاله انه خسر الدوري الشامبيونز ليج ورا بعض دي صعبه جدا على مانشستر سيتي، صعبه جدا على خلي بالك احنا كجماهير الكوره لو انت جنبت اي انتماء ليك في اوروبا طبعا. فانا بجد بزعل جدا لجوارديولا صح، وبفرح جدا ليورجن كلوب، بفرح لجوارديولا بزعل ليورجن كلوب، يعني انا ببقى بين نارين كمشجع. دي مدربين كبار جدا، احسن هو حرفيا هم احسن اثنين مدربين في العالم يعني. وانشيلوتي وبيب جوارديولا في ناس بحسها كده في العالم مش في مصر يعني بيشمتوا، عارف انت اللي هو ايوه يا حد كان معايا بيقول لي اصل هو بيحب يتفلسف وبيبقى اوفر كوتشنج وبتاع، لازم تحبش يبقى عنده ثقه. مش بس كده قلت له يعني هو لما بيتفلسف ويبقى اوفر كوتشنج ويعمل حاجات غريبه ما شفناهاش في الكوره نقول اه يا عبقري، ولما تجلي منه لما تجلي منه بقى هو بيفتي هو اي حد كرييتيف في العالم بياخد ريسك. ما هو المتعه في الكوره اصلا الريسك صح، يعني المتعه كلها في ان انت مثلا تبقى خسران 1-0 وتروح منزل اثنين مهاجمين وتعمل حاجات في الكوره كده مختلفه تنجح معاك، اطول عليك مدرب عبقري صح، ولو عملت كده والماتش دخل بجون عكسي عليك طب ايه اللي خلاك تجازف ولا خلاك تعمل كده.